سي خميس المرة اللي فاتت الدخانة عم عيني وخلاني أتغلق غلط، لما المرة دي الدخان فتح لي عينيا وخلاني أخش. أنت بتقول إيه؟ أنت سكران؟ سكران؟ أبدا، أنا شارب من خمرة عينيكي عطشان عطشان للمسة منك. ما أنت كنت بتعمل فيها كده ليه؟ أنا ماسك نفسي بالعافية من ساعة ما شفتك، إنما دلوقتي خلاص كل حتة فيا عايزاكي، وأنا كل حتة في جسمي عايزاكي. يعني ايه يالا؟ انت اهبل؟ والله هو ده اللي حصل يا فندينا. يعني هي شافتك فزاغت منك، ولا انت سرحت فتاهت منك؟ لا معرفش. يا نهار ازرق، طب راحوا على بيتها ولا طلعوا على بيته؟ هي مين؟ هي مين ايه؟ امال انت جاي تقول لي ايه؟ معرفش. ولا انا مش هقول لك كلبه تحت بيتها؟ ما انا عملت كده ولبت تحت بيتها لحد الصبح، لحد طلع ولا حد نزل. ماشي يا رمانه، ماشي. سي خميس الحاج عايزاك. اوعى اتفضل. اوعى وعدني يا معدني. ست شوق أمور استشوق، إزايك يا مطني؟ الحمد لله. أنا عارفة أنك هتركز معايا كده وحضور. ماله أفندينا؟ مزاجه مش رايق حبتين. ليه يا مطني؟ إيه اللي حصل؟ معرفش، اسأليه هو. وهو أنا لو عايز أسأله هاخد الإذن منك أنت؟ يا واد أنت ما تزعلنيش منك، المعلم زمانه راجع. حضرتك عارفة يعني الأوامر، مقدرش. ماشي، مش هسألك على أفندينا، بس هسألك سؤال تاني وتجاوبني من غير لف ولا دوران. العندي قبل العندي. مين رمانة؟ رمانة اللي أنا كنت براقبها؟ أيوه. معرفش. غور يلا من هنا، غور. مش هسيبها ياما. افرض العمروتي وبنته طلبوا منك كده، روح. ما حدش اتشرط عليا ياما، انا اللي عايزني ياخدني زي ما انا حلو كده، وانا ما ضحكتش على حد، الكل عارف اني متجوز، وكرامه مش هسيبها، سواء خدت بنت العمروتي سواء ما خدتهاش. انت عارف ان العمروتي ممكن يجبرك تطلقها. يجبر مين؟ يجبر بخاطرك ربنا. فيا وش يا ابني بره، يلا بط، يلا راحه واشربوا شاي. يجبر مين يا اما؟ انا ما حدش يقدر يجبرني على حاجه، انا افندينا. انت لحد دلوقتي ذكرى حلوه في السوق واسم بيلمع، لكن ماضي. لا انت عايش في البيت اللي خده منك النوح، ولا جبت الحفيد اللي هيشيل اسمك. وانا لو عايشه لك النهارده ما اضمنش بكره. بعد الشر عليكي، يديكي طوله العمر. لا طول ولا قصر، هي ساعه ومكتوبه ومحسومه. وانا مش هموت يا خميس الا لما ارجع بيتي واشوف من ظهرك عيل يشيل اسمك. ياما انا ما اقدرش اظلم كرامه اكتر من كده، كفايه اللي شافته معانا. البنت حسها راح اما شافت ابوها غرقان في دمه قصاد عينيها. مش هنعيده تاني يا خميس. انا بفكر بصحصح الذاكره. دي بنت اخوكي. لسه فيك حته صاحيه مخوفاني عليك. لا اله الا الله. طمني يا ياما، طمني. العمروتي شاريني كده
وانا عاجبه زي ما انا كده، واللي بيعمله معانا بياكد لي كده. الراجل بيفضيلك سكه عشان تبقى كبير السوق، وحطك مع الكبارات، وحطك في وش الكل. دي فرصه، فرصه يا خميس، اوعى تسيبها علشان اي حد مهما كان عزيز عليك. النبي طب ما رحتيش قلت الكلام ده للخيل وسبتيه يقع في شبكه شوك؟ البنت انا سالت عليها جابولي قرارها اللي انتي ما قلتيهوليش، طلعت بنت تاريخ، يتوب علينا ربنا. وادي يا سيدي امضتي، وان شاء الله بعد ما انجح في الانتخابات كل الوعود اللي قلتها لاهل الدايره هتتنفذ. رقبتي ثانيه واحده اديله خبر بس. شو لا مؤاخذه حاج، لا مؤاخذه حاج، ست غلبانه من اهل الدايره جايه طالبه مساعده، وطبعا انت عارف الحسنه المخفيه. انست وشرفت يا حاج، انست وشرفت. سونيا خليكي معاها، يلا مع السلامه. ايه في ايه؟ مالك؟ شفت عفريت ولا عضك حنش؟ مالك وشك جاب ميتلون ليه؟ ابدا، اصل افندينا عارف سكه المكتب وبيعدي عليا كتير. طب يا اخويا ما تخافش، سايباه لسه قاعد بيتسامر مع الحاج، وانا مش هعوق، هما كلمتين وهمشي على طول. ما ايه الكلمتين؟ قوليهم بسرعه وخلصيني. الله يرحم المراسيل اللي كنت هاريني بيهم بس عشان اجي ابص عليك بنظره واحده. ايوه بس مش هنا، المره اللي فاتت عدت على خير، ومش كل مره تسلم الجره. افندينا عنيف في كل حته، وانا مش عاوز ادخل معاه في سكه عوق وانا داخل على الانتخابات. اخص على الرجاله، اخص بقى. ده بجاش المري اللي كانت كلمه منه تهز اجدعها شنب. الله يخرب بيت السياسه. هي يا اخويا السياسه بتعلم على الرجاله وتعمل فيهم كده؟ يا شو ايه هما الكلمتين اللي عايزه تقوليهم؟ هو طلب صغنن، عملته اتقيت شر، ما عملتوش وفسترت مني كده زي ما انا شايفه، يبقى تدعي المولى بقى انه يتولاك من اللي انا هعمله فيك. طب ايه هو الطلب الصغنن ده؟ بلغني انك لابد لافندينا ليل نهار، وانك بتظبط له قعدات الانس في الخن بتاعك. يا عيني عليك يا شو. ايه واستكهفك على هز في الخن؟ هي الحكايه يا اخويا فيها هز وسط، بس مش وسطي انا، وسط ناس تانيه، وانت اللي هتجيب لي قرار. ما تخلصينا يا شو، هي فوازير. بنت رقاصه اسمها رمانه، واكله دماغ افندينا، عايزاك تجيب لي كل كبيره وصغيره عنها، واوعى تقول لي معرفش. لازم تعرف، مش معقول انت مش هتعرف تجيب لي قرار واحده شمال زي دي يا مر. شكلك كده نقلت العطر ورسي على افندينا ورميتي طوبه الكل، اللي على فكره هو المعلم ابو سنه سلم نمر وطلع معاش. معاش اللي يقول على سيد المعلمين كلمه زي دي؟ حلاوتك حلاوتك يا شو، اقعدي اقعدي نشرب كاسين، واللي يعرف افندينا لمؤاخذه يروح يقول له، واللي يحسن يحسن. هشرب كاسين بس اوعى العشم ياكلك. العشم هياخدني للذي مضى. يا خراشي على الذي مضى. فاكره يا بنت ما بيسالش عليا ابدا، ولا بتشوف عينيا ابدا. تبنى كلام وحديد وغرام وانا في الحواديت. ينيلك فكرتني بايام الهي لا يعدها. يا صباح الفل. كنت فين يا استشو؟ كنت بقضي مصلحة لواحدة حبيبتي أوي. واحدة حبيبتك؟ أوي. والخال عارف بقى ولا دي مجاملة منك؟ لا، ما هو الخال مديني تصريح مفتوح كمان. حلو الكلام ده.
طب يلا بالسلامة. طب ما ينزلش مني أي حاجة، فكر. شكريه، والوقفة دي مش حلوة. يلا بالسلامة وصبحي لنا على الخيل. يوصل يا أختي. يلا يا ماما. ولا فندم، مين اللي يخصنا النواحي دي كده؟ مطرح مكانك جاي يا ست شوق. ايوه معرفش، ما استقبلتش غيرك اللي اساله. شاطر يا واد يا ريس، وعرفت تجيب كل المعلومات دي في المده دي. بقول لك ايه، انت متاكد ان الولايه دي كلبه فلوس؟ يعني تبيع اي حد عشان قرش زياده؟ لا خلاص كويس كده، دورك لحد كده في موضوع حنتومه وانتهى. عاوزاك تركز بقى في خميسه فندينا، عايزاك تجيب لي خط سيره بالساعه وبالدقيقه، وما تقوليش بقى بيروح الغرزه ولا المكتب عند المحامي. لا، من ساعه ما يصحى لحد ما ينام، يعني لما احب اجيبه اجيبه. طيب ماشي، سلام انت بقى. مش فاضل بقى غير البنت سوريا، ودي لازم لها حل. تحليات المباحث حصلته في 3 اسامي، تحليات انا بقى حددت الاسم الوحيد اللي ممكن قوي يكون عملها. اسمه ايه بقى؟ اسمه سمعت. اسمه سيدي اسمه لؤي الشريف، ابن تاجر الماس كبير. مش مهم ابن مين، المهم انت متاكد؟ اقصى عليك خميس، انت بتشك في امكانياتي؟ ده انا طلع عن اهلي كمان لغايه ما وصلت له، بس ما رضيتش اعمل معاه اي حاجه الا ما تقول لي الاول انت عايزني اعمل معاه ايه. انت كده يا متر مهمتك انتهت. الاسم والعنوان مكتوبين في الورقه دي؟ بس الواد ده اهله تقال يا خميس، وانت لسه يا متر تجيب المعلومات وتهبط اتعب. خميس انا خايف عليه. القانون صحيح له ثغرات اللي زي بياكلوا عيش من وراها، بس كمان له انياب. لو قفشت في لحمك ما تطلعش الا بالدم، وانت مجرب. وبعدين فوت من الحمد لله بقت كويسه، يعني ملوش لزوم العوق. يا سلام. خميس كلامك كتر قوي يا مطر. بني آدم مننا لما كلامه بيكتر غلطه بيكتر. أنا ما قلتش حاجة يا معلم، أنا بس كنت بسأل. هتفضل حابس البت كده كتير؟ أنت مالك؟ الله، حاشرة نفسك في حاجة زي دي ليه؟ أصل اكتشفت إن حالها من حالي. أنت حابسني في جوازة ابنك عشان خايفة أقرب كلمة كده ولا كده، وحابسها برضو وأنت عارف إنها جاسوس. فترة كلمة زيادة وحنسى انك مراتبني. تنسى؟ ما نسيت من زمان يا معلم واللي كان كان. انا بس عايزه اقول لك كلمتين اتنين ما فيش غيرهم. سيب البت في حالها وانا كفيله اخليها تقفل بقها. يا سلام، قلبك عليها قوي كده. بصراحه البت صعبانه عليا وغلبانه، وبصراحه كده مستغرباك. مستغرباني ليه بقى ان شاء الله؟ يعني منين حابسها الحبسه دي ومنين عايز تتجوزها؟ انا مش فاهم انتوا مالكم ومالي، حاشرين مناخيركم بسكتي ليه؟ اتجوز ما اتجوزش كله بكيف انا، مش بكيفكم انتوا. انا عارفه ان البت عاجباك وداخله دماغك، بس انا كمان ست وافهم في النسوان، والبت سوريا دي زي الوبور العمران، ان ضغطت عليه شويه يفرع في وشك. وده عيب النسوان. بس اطمني يا اختي، انا اعرف كويس قوي امتى افضل وابوه. ماشي، غالي والطلب رخيص يا فندينا. لعلمك انا اقدر اخلي اي عيل من عندي يعملها، انما انا احب ادي العيش لخبازه عشان الشغل يطلع نضيف نضيف. يطلع ايه؟ نضيف نضيف ويتوب علينا ربنا. دين انت بس الدادة ليه؟ المعلومات يعني. لا لا، قول لي الاولانيه. الداده
الدادة الدادة يا واد انت الدادة بحبك حلاوتك يا فنينة ما جاش يا حلو. فاكر يا ما كنت بتسرق يا تبني من عندنا وتاكله انت؟ اه ساعتها البيمة زعلت. انت مالك انت امال حالة المكاتب؟ انت مالك؟ انا عليا ليك وسيب الباقي عليا. ماشي خد يا سيدي الدادة بتاعتك يرضع منها براحتك. ماجاشي هو انا كده تعبتك قل؟ لا 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 تعبك روح المرة دي اتعب لك المرة الجاية تسندني في الانتخابات. ماشي يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك والبضاعة يا فندينا. أول قطفة من اللي جاي باسمك يا مري. حلاوتك حلاوتك يا فندينا دي أخلاق المعلمين وإلا فنك. ولا على رأي المثل إيه؟ لا يأس مع الحياة ولا حياة لمن تنادي. يعني ولا حاجة. انت خشش المجلس تعمل ايه؟ ده احنا هنشوف ايام سودة. عامله ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت. يا معلم تعتقني لوجه الله انا خلاص طلبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم انا طبت والله انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني. انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واسطيوب هعمل كده بس خرجني من هنا والنبي. مطره. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي ان انا احن عليكي من الحكومه؟ مش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، انا عاوزها عروسه على الفرازه، ولو قدرت تفرديها شويه، فرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي ها؟ بيحولوا يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى تكنيله موقوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده، لان لو قربنا منها اكتر يبقى بناكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهله خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح ان نوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجه شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. هتجيبها هتقول لك على كل حاجه، واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضه على كل حاجه. البت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه؟ احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجه عالي احنا ما فكرناش فيها. حاجه ايه يا باشا؟ حريم الرجاله دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقول لك. ضاويه، كرامه، مطره، شوق، سوريا، حريم الرجاله دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول للرجالات. الله
الملط مين؟ الملط بيضون؟ طبعا عارفاه يا بجاشي، ده راجل نتن وديله نجس، هي تبعه؟ تبقى مره شمال. طب قولي هو شغال في انه خرابه دلوقت؟ ده سلو عيلتنا، نقص شريط شغلنا بعيش وملح، والسمك خير البحر وربنا حلله زي ما حل لقمه العيش. والفاتحه على العيال اللي باصله ما يرعيش ربنا في اكل عيشه. امين 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 يا رب. كل جمبري يا معلم ضاحي. ماشي يا فندينا. مد ايدك يا معلم هلله. بسم الله يا رجاله، احنا مكشوفين ولا ايه؟ احنا عايزين نطمن على الشغل يا معلم، ونعرف نصيب كل واحد فينا في المصلحه. لا اطمن يا معلم، شغل كتير والمصالح اكتر ان شاء الله. والمصلحه اللي بين الرجاله بتدوم بتدوم يا معلم هلله، وده اللي احنا عايزين ناسسه في شغلنا. اتفضل يا معلم، ما احناش عايزين حد غريب يدخل وسطينا. الاوامر كلها وصلت السوق يا فندينا، والكل عارف ان السكه رايح جاي من عندك، ومحدش يقدر يخرج بره قضبانها. مسؤوليه يا معلم، مسؤوليه. ناكل بقى صبيط، عشان الصبيط بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. مدوا ايديكوا يا رجاله وكلوا، ما تخافوش هنغسل ايدينا وهنروح نضيف نضيف. ايوه يا فندينا، بس السوق شاحح قوي والزبوع عطشان وريقه بقى انشف من الحجر. نبلوا يا سلام. نبلوا. بس نظبط السعر. بس خليك في الحنين علينا يا فندينا. ومن امتى حتة ابو سنه كانت بتيجي على رجالتها يا معلم؟ احنا سلو شغلنا ان الكل ياكل عيش. وده عشمنا فيك يا خال. الخال جاب من الاخر وقال على سر الطبخه ووعد مني دم يسيل كده يا رجاله لو حد امن على الترابيزه دي مكسور الخاطر. عشت يا فندينا، عشت. بس الطبخه زي ما ليها سحرها ليها سمها، وسحرها للي يصون الكلمه والعهد، وسمها على اللي يخون العهد والكلمه، واللي اوله شرط اخره فلنا. يتوب علينا ربنا. على فين العزم يا ابو سنه؟ اصل شوق مخنوقه شويه، قلت اخدها تفك عن نفسها في اي حته. وانت ايه اللي خانقك يا شوق؟ الكتمه بين اربع حيطان يا حاج، اتخنقت قلت اخرج اشوف الدنيا. ما شبعتيش من اللي شفتيه يا شوق؟ ده كان زمان يا حاجه، ولا عايزاني اغني له واقول له ارجع، ولا اعيش حياتي احسن مع جوزي وحبيبي وراجلي وسيد المعلمين كمان. تسلمي لي يا شوق، اسلام للسانك اللي بينقط شاهد ده. تعيش لي يا عين شوق. مش يلا عايزه حاجه يا حاجه؟ احنا مش هنتاخر. ولا تتاخروا، كله محصل بعضه. هات يا جمايل يا رب. يلا يلا. طب كل يعيش مع نفسه اللي ناوي يروح، ¡Gracias!
فيه يا رمانة مالك؟ يخرب بيت شكلك يا بيسا، من ساعة ما ادتني البتاعة دي وانا دماغي هتنفجر، شنيور شغال وش في دماغي. بتاعتي انت ضربة حاجة؟ نص حباية من الهباب شقلبت كياني كله، مش هسمع كلامها تاني بنت الجزمة. طب على مهلك يا أختي. رمانة يا دكتورة. أهلا 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 يا قمر. أهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامتك. أأمريني وأنا أجيب لك أسطول دكاترة يبقى تحت رجلك، بس أنت تقشري. أنا تمام. أحلى أساسة أعلى مزاج نجوم الليل وآخره. ميرسي يا شلل. أنا تحت الأمر والطاعة. وريني كده. إيه ملكة مفضتي كده ليه؟ ما إحنا كنا كويسين. ورنا يا فندينا. شيل الزباله دي من هنا، عايز الترابيزه نظيفه. ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يلا ايه ده؟ اهدى يا دكتور، انا فاهمك على كل حاجه. يلا معلش تعال اقعد معايا على البار. انا مؤاخذه يا فندينا. يلا. ايه انت لازم تسيب بصمه في كل حته. خال. ايوه الخال. ده مجنون ده يا شلبي ولا ايه؟ روق روق يا دكتور، انت محسود. روق. عرفت السكة منين؟ البركة بشوق. لا إله إلا الله. مالك يا أخويا، مش بيقولوا اللقى نصيب؟ إنما إيه الحلاوة دي؟ قمر وأنت متعصب. توب علينا ربنا. أه ده خير. أه ده شوق. اتفضل يا معلم. وادي راسك يا دكتور، انت على راسنا من فوق، واللي حصل الليله دي هلفطت سكارة، وانت عارف معاليك الكباريهات ياما بتلم، بس عشان خاطر الملط عد الليله. بس دي مش اصول برضو يا ملط. رمانة الحركه دي انا مش هبلغها للباشا يا ملط، عشان انت عارف زعل الباشا قد ايه. ولا تحب تجرب؟ احنا غلابه يا دكتور، لا قد زعل معاليك ولا قد زعل معالي الباشا، احنا كلنا هنا خدامين مزاج السياده. جربني هتشوف. اما نشوف. امانا الليله انضربت يا ملط. مين قال انضربت؟ انا قلت انضربت؟ هو قال انضربت؟ هي قالت انضربت؟ اشبك ايدي في ايدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، لا سهرك ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وادي النطرون بنفسه هيحكي عليها. أمرني، أنت هنا عشان تأمرني. أمر بالستر. رمانة. روق بس واشرب. فرفش كده. نور يا خال. تعيش ابو جمعه. صبعين دخان الخال يا هلا. هتعيش ابو جمعه. هروح الحمام اوضب روحي. وانت يا قمر بما انك دايس المكان، مش عايز تقولي اروح الحمام منين؟ امشي شمال توصل. والنبي يا اخويا انا قلت كده من الصبح. خلي بالك من نفسك.
الأسد. توب علينا ربنا. أنا من الحق أبو جمعة، لو توبنا ربنا هيقبل التوبة دي؟ طبعاً ربنا بيحب الخطائين التوابين. لعلمك لو كان الشيطان نفسه تاب كان ربنا رجعه ملاك تاني يا راجل. أمال أنت يا جمال يا راجل مين ده؟ ده المطر. قولي لي يا بنت يا سوري، انت عملتي ايه عشان تجيبي رجل المعلم كده؟ تكونيش يا بنت سحرتي له. والنبي يا ست مطر لا سحر ولا شعوذه، دي توليفه بالصلاه على النبي تولف القلوب على بعض. انا تعبانه قوي يا سوري، خلاص ما عدتش عارفه اعمل ايه في البيت ده، لا عارفه ارضيهم ولا هم مديني فرصه، خلاص تعبت على الاخر. ما تشيليش هم يا ست مطر، ليكي عليا اول ما اتجوز المعلم هخليه يعاملك احسن معامله ويراعيكي كمان. بيت انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ مني قاعده نضافك، لمي نفسك لاديكي بالشبشب. ليه يا ست مطر؟ ليه يعني؟ وانا كنت مش نظيفه ولا ايه عشان تنضفين؟ انا زي الفل اهو. لا يا اختي كنت مهمله. اديني نضفت اهو يا ست مطر. يوه، وبعدين يا اختي ما تبقيش حمائيه قوي كده، انا مش قصدي، ده انت جمايلك مغرقاني من فوق لتحت. استغفر الله العظيم يا رب، انا تعبانه قوي، انا حاسه ان انا في حاجه لابساني. مش انت قلتي هتروحي للست اللي انت سمعتي عنها دي؟ اروح لها ازاي بس وانا اعرفها منين واروح اقول لها ايه؟ انت تجيبي لي تليفونها وانا اتصل بيها وافتح لك سكه معاه. ماشي، اجيب لك تليفونها افتحي معاها كل السكك، عايزه اروح لها وانا مرتاحه على الاخر. ماشي يلا يلا كملي شغلك، خليني اروح للمعلم. يو والله لا قومي قومي من هنا يا معلم. والله احلى عيون على كل حبايبنا اللي منورنا النهارده، احلى عيون على المعلم خميس افندينا اللي منورنا هو وصحبته، يعني الهرم الرابع، يعني برج افريقيا العالي. المعلم ابو سنه، احلى عيون على المعلم ابو سنه هو وصحبته، يعني ملوك المزاج العالي كله. اللقاء التالي على انغام الفرقه الاساسيه نعيش ونتشقلب مع المرجحه ونجم الاغنيه الشعبيه الفنان عمرو السعيد ودلوعه المسرح الاستعراضي بوسي. الدنيا زي المرجحة يفتحت فوق، يا خلق عايشة ومرتاحة وفي ناس مش فوق. الدنيا زي المرجحة يفتحت فوق. أفندينا تحية جميلة يا حبيب قلبي، أحلى أفندينا في الدنيا معلم خميس أفندينا وكل صحبته جميلة من حقيقة حياة غالية. الدنيا مش دوني بعافية ولا عايز ومال، الدنيا عايزة قلوب صافية مش قلوان، اللي عليها وقال كافية تحذفه من فوق، إذا كنت عايز تكسبها عايش فيها بالذوق، ماشي بتمرجع فيها من تحت لفوق 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 لفوق.
الله عليك يا شوق، الطله اللي مش على البال ولا على الخاطر دي. اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا ما صدقتش نفسي لما شفتك برا في الصالة، مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، النظافة والشياكة اللي انت بقيت فيها دي. سيبك انت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعت كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الاولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة ينيلك انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديم، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارة؟ الايام دول يا مالت، امبارح شوق والنهاردة رمانة. رمانة؟ هي مسمعة للدرجة؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجة غيرش أنا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزك تجيبهولي من النعنى. أمورين أمورين يا سلطان، بس أنا مش فاهم تقصدي إيه. بتحوم على واحد يخصني، عايزة أزحها من سكته، شوف لي طريق. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فندينا.